أكثر من 30 حالة إصابة بمرض السرطان، بينها 18 حالة وفاة سجلتها الدوائر الصحية في محافظة ديالى مؤخرا. ففي هذا الحي الواقع بغربي بعقوبة يتحدث السكان عن وجود حالة أو حالتين في كل بيت نتيجة الإشعاعات المنبعثة من برج للاتصالات تابع لإحدى شركات الهاتف النقال كما يدعون، الأمر الذي أشاع الرعب في الحي. شخصيا أنا خسرت من عائلتي اثنين، شقيقتي وعمتي توفتا بمرض السرطان، والحقيقة في وقتها لم ندرك أن الأمر يعني هذه الذبذبات وهذه الاتصالات. أنا أسأل هيئة الاتصالات ودائرة الاتصالات وزارة الاتصالات، يعني ما هي القوانين التي تحكم تنصيب وتنظيم عملية البث الراديوي التي تقوم بها شركات الاتصالات؟ هذا البيت كان مؤجر بينصاب وشال، اللي مؤجر يشيل، بس أبو الملك وين يروح؟ هاي هنا بيت همين انصابوا باثنين، واحد الاربعين مالته ما طالع، وابوه اخوه قبل سنه توفى هم شال ايجار. زين اللي بصف الشبكه، اللي بصف الشبكه حالتين كان قاعد بيه شال انصاب، واللي اشترى البيت هم انصاب ورد باعه. إدارة المحافظة التي أكدت وجود مخالفات صحية وبيئية ارتكبتها شركة الاتصالات في نصب هذا البرج وسارعت بإطفائه. حاولنا الاتصال بشركة آسيا سيل لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح واكتفت بإزالة البرج نهائيا من المنطقة. وتم إطفاء البرج على ضوء كتب من دائرة البيئة، وأيضا ورود في كتاب البيئة أنه هذا البرج كان برج فرعي وتم تحويله إلى برج رئيسي دون علم الجهات المعنية. مستشفى الأمراض السرطانية في بعقوبة لم يستبعد أسباب ارتفاع نسب المصابين بالسرطان التي سجلت خلال السنوات الأخيرة من إشعاعات التي تبثها أبراج الاتصالات وخاصة المخالفة للشروط الصحية والبيئية. وجود مسرطنات جديدة مثل كتأين الهواء والأبراج الاتصالات وغيرها، فهذه من الممكن يكون لها تأثير تزايد المستمر للأعداد المرضى. في أغلبية الأحيان الكثير من العلاجات يعني تكون غير كافية. أكثر من 4000 إصابة بالسرطان سجلتها دوائر الصحة في ديالى حتى الآن، أعداد الإصابات هذه تفوق قدرة وإمكانيات صحة المحافظة سواء لجهة مراكز استقبال المصابين أو علاجاتهم. ورغم عدم ثبوت صحة تسبب هذه الأبراج في إصابة مواطنين بالسرطان حتى الآن، إلا أن السلطات المحلية اتخذت عدة إجراءات لتهدئة المخاوف الشعبية. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.